وانت يا يحيى وين دفترك؟ حليت الوظيفة ولا شو؟ استاذ لا قوم وقف اشوفك، ليش ما حليتهاش؟ استاذ نسيتها. يعني بكفي هالقميص اللي لابسه زي الزعران وعامل لي حالك. تعال اطلع، تعال اطلع لي هون، اطلع لي، تعال يلا قدامي على المدير، اطلع لي يلا. محمد وقف لي قريف، يلا روح مش حل الدرس. اطلع يلا روح. صباح الخير. اهلين، صباح النور. خير يا استاذ شوفي؟ خير. مال الطالب هذا؟ يعني هذا الطالب مجنني، هذا الطالب لا بحل واجبات ولا بيشارك ولا شيء بيعمل، يعني طلع شو مسوي في حاله، يعني مسوي لحاله مافيا الصف وقبضاي ومش قبضاي. شو هذا؟ شو هالطلاب هذا يا مدير؟ شو هالطلاب هاي؟ طب هذه مش بسيطة يا استاذ، صريح يا استاذ، صريح يا استاذ، تفضل. اقعد يا ابني، اقعد تخافش حبيبي، اقعد. بدنا نشوف صير فما، يعني بزبطش هذا الكلام. شو اسمك يا حبيبي انت؟ انا يحيى. يحيى حبيبي، ليش مش ناسخ الدرس؟ مش حل الوظيفة؟ لانه يا استاذ دفتري اليوم اخر، لانه انا يا استاذ انا وياه اخوي نتشارك فيه يا استاذ، واليوم هو ما يحل. يعني الدفتر إلك ولأخوك مشترك انت وياه بتحلوا عليه؟ طب ليش يا ابني هيك لابس مسوي حالك مشمر ايديك ومسوي حالك زي الزعران؟ يعني هذا مش لبس الطالب يا حبيبي. ليش مسوي هيك لابس هيك؟ يا استاذ مش قصة زعران، هذا القميص مش إلي، لأخوي الكبير. أنا بلبس صباحيا وهو بلبس مسائيا، عشان عامل هيك فيه أنا تاني، عشان هو كبير علي يا أستاذ. ماشي يا ابني، بسيط. ده غلبك يا حبيبي، اطلع عند غرفة السكرتير هناك عند المشرف وانا بجيك. شايف يا استاذ سائر؟ شايف انه الله يكون بعون الناس، كل واحد له ظروفه. الطالب اللي احنا فكرناه انه مهمل بدراسته وفكرناه انه مقصر ولابس لبس زعرنجيه ولبس مافيات، طلع وضعه وحياته الاجتماعيه تسمحلوش الا يسوي هيك. الدفتر اللي بقول بحل عليه مشترك ما بينه وبين اخوه. والله يعني بصراحه استاذ، يعني والله ما يعني ما خبرتش على بالي، يعني ما كنتش متوقع هيك انه الطالب وضعه المادي وظروفه كثير صعبه، يعني ف والله مصدوم، والله بصراحه والله استاذ مصدوم ما توقعت هيك والله. عشان هيك يا استاذ سيد، المدرس بيختف عن اي بني ادم، المدرس بيختف عن اي واحد تاني. يا ريت انه يكون كل معلم اب لطالبه، يا ريت انه يكون كل معلم اب حنون لطلابه، يا ريت انه يكون كل معلم اب حنون لطلابه. بالفعل لازم الأستاذ يكون السدر الحنون والأب الحنون لطلابه، بالفعل. إن دور المعلم ليس كأي موظف آخر،
المعلم مهنته أسمى من ذلك بكثير. ألا ليت كل معلم